بس الرجال اللي تبلش فيها جاهز. حكم سيوفك في رقاب العزل، وإذا وقعت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالما كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا نهاك الجبان يوم كريهة خوف عليك من ازدحام الجحفل، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء بالأول. موت الفتى في عزه خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل. دفعت مهري إلى العجاجة خاضها، فكان محنجلا وعاد غير محنجلي. جهنم بالذل لن أرضى بها، والجنة بالعز أفخر منزلي. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.